السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة ومكانة بين سائر العبادات كريمة، فهي عمود هذا الدين والركن الذي يلي الشهادتين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه الترمذي. وهي أول ما أوجبه الله سبحانه من العبادات وفرضها ليلة المعراج والنبي صلى الله عليه وسلم في أطباق السماوات،
فمن تركها فهو على خطر عظيم ومرتكب جرم جسيم. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد. معاشر المسلمين، والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن أقامها وراعى شروطها وحدودها فقد أفلح وأنجح، وإلا فقد خاب وخسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه أحمد. معاشر المسلمين، الصلاة عصمة لدم المسلم وماله وعرضه. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وهي معين لمقيمها حقا على الصبر على البلاء والشكر عند النعماء، فقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاستعانة بها على أمورهم الدينية والدنيوية، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. معاشر المسلمين، الصلاة تذكر العبد برب العالمين، وتجعل له ذكرا ومدحا صالحا في أعلى عليين. قال الله جل جلاله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقد قرنها الله تبارك وتعالى بذكره وتوحيده وعبادته، وبالفلاح وبالزكاة وبالصبر والنسك، وبحياة العبد ومماته. قال الله جل جلاله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر جعل يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت أم سلمة: فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه، فإذا ضيعت الصلاة ضاع الدين، وهي آخر ما ينقض من دين المسلمين. عن أمامة الباهلي، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فهي نعمة الزاد ليوم المعاد. اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وحافظوا على الصلوات والجمع والجماعات. معاشر المسلمين،
لقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر وفي الأمن والخوف، وأدائها بخشوع لله تبارك وتعالى وخضوع لعظمته جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أمر سبحانه بإقامة صلاة الجمعة والجماعة، وعد المحافظة عليها من دلائل الإيمان، وإهمالها والتثاقل عنها من علامات الشقاق والنفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخرجه البخاري. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التخلف عنها لغير عذر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ووعد الله تبارك وتعالى من حافظ عليها بالنجاة والفلاح والصلاح يوم القيامة، وتوعد سبحانه من ضيعها بالنكال والحسرة والعذاب والندامة. قال الله جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما مقرونا بالعمل الصالح الخالص، إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وجهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، خذ بنواصيهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم إليه، واصرف عنهم بطانة الشر والسوء التي تعينهم على الشر وتدلهم إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا جواد يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي القدير يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية،
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله.